ماما ما تقعديش هنا، ما حدش يقعد مكان محمود. خلاص خلاص يا حبيبتي بلاش. أنا آسفة، أنا آسفة. ريهام حبيبتي ما ينفعش كده، لازم تفوقي يا حبيبتي. في حاجات مهمة لازم نتكلم فيها، يعني حقوقك، حقك وحق ولادك، حق مامته وأخته، حاجات كده يعني. بقولك إيه، في واحد محامي صاحب بابا، ممكن أخليه يجي يقعد معاكي ويفهمك. أنا مش عايزة حد يكلمني في أي حاجة، سيبوني في حالي بقى، سيبوني أنا تعبانة، سيبوني في حالي، سيبوني في حالي. عادل العادي بنتي بتروح مني. بس هو ليه بيناديكي بياسمين؟ انتي مش ليكي واحدة صاحبتك اسمها ياسمين؟ ايوه، اصلها خدت مهدئات كتير قوي مع التوتر اللي هي فيه، طبيعي ان هي تشوف حاجة زي دي. لا يا جميلة، محمود جالها زي ما جاني، بس معايا ما قاليش حاجة، لكن هي قال لها ياسمين. اشمعنى ياسمين؟ ما تسأليها. افتكرت، ازاي كنت ناسية؟ ماما كلمي ياسمين خليها تجيني ضروري بسرعة. حاضر حبيبتي، حاضر. الموضوع ببساطة إن من خلال أجهزة ريكوردينج ديجيتال بنقدر نسجل ونلقط أصوات من العالم الآخر. خلي بالك الموضوع ده اتعمل كتير ومن زمان، اسمه EVP Electronic Voice Phenomena، يعني ظاهرة الصوت الإلكتروني. أنا مش فاهمة أي حاجة. طب انت جربت الموضوع ده قبل كده؟ يعني من سنتين كده جربته كام مرة، بس في مرة منهم سمعت صوت حسيت انه شبه صوت جدتي الله يرحمها، بس ما قدرتش افهم ولا فسر هي بتقول ايه. بيني وبينك يعني خفت فما عملتوش تاني. بس خلي بالك التجارب دي ليها فيديوهات كتير جدا على النت، وفي ناس كتير جدا مصدقه فيها. انا مش مقتنعه بالموضوع ده. ليكي حق، انا برضو في الاول ما كنتش مقتنعه قوي، بس فكري معايا كده، هو ليه ناداكي باسمي انا بالذات؟ انا حسن دي رساله واضحه ورايي بصراحه تجربي. الحاله اللي هي فيها دي سببها نفسي مش عضوي. مدام ريهام رافضه الحياه وبتنتحر. طب هتتصرف ازاي يا دكتور دلوقتي؟ يا دكتور بنتي بتضيع، دي لا بتاكل ولا بتشرب. لا لا لا، لازم تاكل ولازم تشرب، والا هنضطر نعلق محاليل، وهي محتاجه لعلاج نفسي، دي حاله واضحه جدا،
ولو حصل غياب عن الوعي تاني او ضغطها وطي افضل ننقلها عندي المستشفى نعمل لها شويه فحوصات وتحاليل. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا حبيبي. بقول لك نادين اخت وجيه عامله ختمه قران وكاتبه على الفيسبوك، يا ريت تدخلي وتحددي الاجزاء اللي هتقريها. انا لسه رد عليها حالا. كويس. يوسف انت ما ردتش عليا في الموضوع اللي ندى قالته لي امبارح. ياسمين سيبك من الكلام ده، قلت لك مليون مره مفيش غير القران والدعاء هما اللي هينفعوا دلوقتي. ركزي في الكلام ده وبس. اكيد طبعا انا عارفه، بس يوسف انا حاسه ان هو عايز يقول لنا حاجه. في ايه يا ياسمين؟ يوسف عالم الارواح ده عالم غامض غريب، احنا ما نعرفش عنه حاجه، كل المعلومات اللي عليه دي بس مجرد اجتهادات، لكن الحقيقه فين احنا مش عارفين. ياسمين ياسمين لو سمحتي يا ريت ما تتكلميش مع ريهام في الموضوع ده خالص، ريهام حالتها النفسيه صعبه جدا ومش عايزين نلخبطها اكتر من كده، ارجوكي وعديني تنسي الموضوع ده خالص. ها حاضر. يلا نريح الشغل. ما باي. مساء الخير دكتور هشام. اهلا وسهلا، اتفضلي. سي طبعا في انيميا وحاله ضعف عامه، السبب في كل ده سوء التغذيه. احنا دلوقتي هنعلق محاليل وان شاء الله تبقى كويسه وممكن تروح معاكم، بس زي ما قلت للاستاذ عادل في البيت السبب الرئيسي نفسي. الحالات دي عدت علينا كتير قبل كده، بس ارجوكم ما تستهونوش بالموضوع. المريض لو فقد رغبته في الحياة الوضع بيبقى خطير فعلا، لازم تساعدوها. شوفي يا مدام ياسمين، الإنسان من زمان وهو عنده قناعة إنه يقدر يتواصل مع الأموات، ودي خدت أشكال كتير جدا. يمكن أنا مهتم بالأرواح والعالم الآخر وعندي شغف كبير بيهم. في وسائل كتير للاتصال بالأرواح، طرق كتيرة وعديدة، وأنا مريت بيهم كلهم، ويمكن ندى تعرف ده كويس. الـ EVP بشوفها من الوسائل المقنعة بالنسبة لي، لأن أنا شخصياً عندي قناعة إن الإنسان بيسمع اللي هو عاوز يسمعه ومش بيسمع اللي هو مش عايز يسمعه. طيب دكتور هشام حضرتك تفسر اللي حصل لي النهارده ازاي؟ واضح انها محاوله من الجانب الاخر. في حد بيحاول يتصل بيكي وده بنسبه 80%، وعلى فكره لو الروح دي تخص ناس تانيه اكتر منك وهم مش عايزين يتواصلوا معاه او مش مقتنعين، فده مش معناه انك تتجاهل الرسالة، لا، هو محتاج لك ولجأ لك، ولو هم اصروا ما يسمعهوش لازم انت تسمعي. طيب ممكن يا دكتور حضرتك تساعدني في الموضوع ده؟ يعني ممكن تقولي اعمل ايه؟ ممكن تخليك معايا للاخر؟
اصل انا بصراحه بخاف. ما تخافيش، دي القطه بتاعتي. فين دي؟ انا مش شايفه حاجه. خلينا في المهم، يمكن مش القطه. على العموم ندى موصياني عليكي قوي، وانا ما اقدرش اتاخر. وكان في اصوات. طيب اهدي اهدي، انت كنت بتحلمي؟ كنت بحلم، كنت بحلم ومحمود كان معايا. لا ما كانش معايا، بس انا كنت بجري كده في حته مظلمه قوي وفي حاجات غريبه وسامعه اصوات، اصوات مش عارفه اوصفها. اصوات زي ايه؟ عارفه لما تدوري كده في الراديو تسمعي زبزبات؟ فهمتك فهمتك. بصي ريهام، انا هحكي لك على كل حاجه، هحكي لك على كل حاجه. ستي ان شاء الله التجربه تكون مفيده ليكم وليا. انا اسف ان انا جاي في ظروف صعبه عليكم، بس الحقيقه انا ابقى خال ندى صديقه مدام ياسمين، وهي اللي طلبت مني اساعدكم في المساله دي. بصراحه يا جماعه الدكتور هشام رغم انه مشغول جدا، ولكن هو اصر ان هو يكون موجود معانا في التجربه النهارده، خصوصا ان هو عنده ايمان قوي ان محمود الله يرحمه عنده رساله عايز يوصلها لنا. احنا تشرفنا بحضرتك واسفين لازعاجك، لكن انا قناعاتي باللي هيحصل ده ضعيفه جدا وتكاد تكون منعدمه. هل هيأثر على حاجة ده؟ أستاذ عادل، أنا طبيب أسنان مش دكتور روحاني، وبعدين اللي احنا مقدمين عليه ده لا هو دجل ولا تحضير أرواح خالص، المسألة أبسط من كده. أنا بس حبيت أوضح موقفي. دكتور هشام، أنا اللي فهمته من كلام حضرتك إني هسمع صوت ابني، ده بجد؟ مش بالشكل اللي حضرتك متصوراه، ويمكن ما نسمعش حاجة خالص، بس إلحاح روح ابنك ورغبته، وده اللي وضح لي من اللي اتحكى لي كله، بيؤكد لي إن روح ابنك موجودة هنا. وأظن إن احنا مقدمين على تجربة أكيد بالنسبة لكم كلكم هتكون مذهلة. دلوقتي يا جماعة احنا هنقعد في هدوء على قد ما نقدر. أحياناً الناس بتحب توجه أسئلة أثناء التسجيل، لكن في الحالة بتاعتنا أنا شايف إن احنا نسيبه يفضفض ويقول اللي عنده. نبتدي؟
وحشتيني قوي قوي، وحشتيني قوي. انا شايف مكانك في الجنه، طمني عليا. اصبري يا امي واحتسبي، انا شفت بابا. أنا حاسس بالحزن اللي جواكي، ومالي قلبك؟ العمر لسه قدامك طويل يا حبيبتي. خلي بالك من ماما يا نادين، خلي بالك من نفسك يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. دلوقتي فات تلت ساعة بالظبط. أنا حاسس يا جماعة ممكن نسمع شيء مهم جدا. دلوقتي حوصل الجهاز بالسماعات. أرجوكم نهدى ونمسك أعصابنا في اللي ممكن نسمعه. Thank you.
يلا يا حبيبي الباص تحت. استني يا محمد في شوكولاته على بقك. ينفع كده؟ مامي هنفطر عند تيتا سلوى النهارده؟ اه يا حبيبتي ان شاء الله. بقولك يا صرصور ما تجريش قوي في المدرسه عشان ما تعطشيش. ها حاضر يا مامي. يلا ركزوا في الدراسه، انا عايزه جريدز حلوه في الشهاده عشان بابي ومامي يكونوا مبسوطين. وبابي هيعرف ازاي؟ بصوا يا حبايبي احنا صحيح ما بنشوفش بابي زي الاول، بس خليكم متاكدين ان هو دايما معانا وحوالينا. بجد يا مامي؟ بجد يا حبيبه قلبي. كنت قايله لي هنزور بابي الاسبوع ده. الخميس اللي جاي الذكرى السنويه بتاعته، وهنزوره كلنا ان شاء الله. ماشي؟ ماشي. يلا يلا بقى اجروا. يلا صباح الخير يا صباح. صباح النور. ما تخليهاش تلعب كتير عشان ما تعطش. ها يلا يا محمد، باي باي يا حبيبي.